هنتكلم دلوقتي على أمطرة ويستون. وأمطرة ويستون هي دايرة كهربية مكونة من 4 أذرع تتحط في كل ذراع مقاومة، وممكن عن طريقها إن أنا أظبط بديها إنبوت فولتج وباخد منها أوت أوف بالانس. الأوت أوف بالانس ده ممكن أظبطه يبقى صفر لو كانت الأذرع المقاومة بتاعت الأذرع المقاومة الأربعة متساوية. بنستخدمها في حالة السترين جيج عشان نقرا الفاريشن الصغير او السمول فاريشن اللي بيحصل في المقاومات بتاعة السترين جيجز، وبالتالي ففي الاربع اذرع دول ممكن نحط 4 سترين جيجز، وفي هذه الحالة بنسميها فول بريدج او امطرة كاملة. وساعات بنستخدم نحط 2 سترين جيج في ذراعين فقط، وفي الحالة دي بنسميها هاف بريدج. وساعات بنستخدم قطرة سترين واحدة، وفي الحالة دي بنسميها كوارتر بريدج او ربع بريدج. الاربع اذرع بتوع ويستون بريدج بيبقوا متوصلين مع بعض، والفولت اللي داخل لهم بيكون بيتراوح من 1 إلى 6 فولت، وبعض الحد بيبقى 8 فولت، ولكن الفولت العادي اللي احنا بنستخدمه في حاله الستريت جيج بيبقى 3 فولت. واللي بيقوم بي اللي يعني اللي بيتولد الفولت اللي هو الانبوت فولتج اللي بيخش للدايره انسترومنت معين او جهاز معين بنسميه سترين جيج بريدج. الدائره اللي قدامنا دي ويستون بريدج او لي اوت بتاع ويستون بريدج، في 4 مقاومات صفر اللي هم R1 و R2 و R3 و R4، وفي الاربعه متوصلين مع بعض، وبالتالي بيديني 4 نودز. الاربعه نودز دول 2 منهم متوصلين بالانبوت فولتج اللي هو يو ان، اللي هم بيبقوا متصلين بكابلين اللي هم لونهم احمر وابيض، والتو نودز التانيين اللي هو طالع منهم الكابلين اصفر وازرق بناخد منهم الاوت اوف بالانس. وزي ما بقول الامطاره دي بيبقى هي داخل الجهاز اللي احنا بنستخدمه اللي هو السترين جيج بريدج. والسترين جيج بريدج بيبقى من اول الوظائف بتاعته ان هو بيديني انبوت فولتج للدايره او للميجرنج سيل، والدايره اللي قدام دي اللي هي فول بريدج لان فيها 4 سترين جيج. دي اول فايده او اول وظيفه للسترين جيج بريدج. الوظيفه الثانيه ان السترين جيج بريدج بيظهر لي عليه ديجيتال، بيديني الاوت اوف بالانس ديجيتال وانالوج. الديجيتال اول سيجنال دول اللي انا باخدهم وبقدر ايه هم مقياس عندي للسترين اللي حصل او للميكانيكال فاليو اللي انا عايز ايه اقيسها. الحاجه الثالثه ان الاوت اوف بالانس اللي بيخرج من الدايره دي بيبقى صغير جدا جدا، في حدود الملي فولت يعني شويه ملي فولتات، قد يكون 10 15 20 30 ملي فولت، فبالتالي دي لازم اكبرها عشان اقدر اتعامل معاها. فبنكبرها برضو اللي بيقوم بعمليه التكبير امبليفاير موجود جوه السترين جيج بريدج. هنتكلم دلوقتي على التوصيلات الممكنه للسترين جيجز، والسترين جيجز بنوصلها بطريقه من ثلاث طرق. اول حاجه الكوارتر بريدج اللي هي بنستخدم فيها سترين جيج واحده فقط، والنوع الثاني من التوصيل هو اسمه الهاف بريدج اللي هو نص امطره، وبنستخدم فيه قطعتين من السترين جيج. والنوع الثالث اللي احنا بنسميه الفول بريدج، وده بنستخدم فيه 4 قطع سترين جيج. الرسمه اللي قدامنا دي بتدين كوارتر بريدج، ونلاحظ حاجه، نلاحظ ان احنا بنستخدم نوع مقاومه او اكتف سترين جيج واحده اللي هي R1 اللي هي الحمراء، وعليها ونلاحظ عليها سهم كده، معناها ان هي فيريبل، معناها ان قيمتها بتبقى متغيره طبقا للسترين اللي بيحدث فيها. اما ال3 اذرع التانيين بيبقوا جوه الجهاز، يعني سترين جيج بريدج بيبقى فيها بيبقى فيه سويتش عندي بظبط عليه كوارتر بريدج. في هذه الحاله بلاقي ان في 3 ريزيستور موجودين جوه الجهاز، وهنا الجهاز هنا بمثله هنا بالايه بالمستطيل الاصفر، وبالتالي ال3 ريزيستور دول هم اللي هم المقاومات R2 و R3 و R4، ومن جوه الجهاز برضه بيديني الانبوت فولتج، وبقدر اقيس بيه الاوتبوت فولتج زي ما هو واضح ايه قدامنا. الاحظ حاجة، معنى كده ان انا بوصل كوارتر بريدج بوصل قطعة السترين جيج واحدة، معناها ان في 2 نودز بس
هما اللي بتوصله، وبالتالي الكابل بتاعي باخد منه بيطلع يعني الكابل مجوز، يعني فيه فردتين كابل فقط، سلكين بس هما اللي بيخشوا على الجهاز، لان انا بستخدم هنا ايه مقاومه واحده ليها طرفين، ودي في حاله الكوارتر بريدج. اما في حاله الهاف بريدج اللي واضحه قدامنا فنلاقي الوضع بيبقى مختلف شويه، نلاقي ان عدد الاكتف سترينج جيجز بيبقوا 2 اللي هم ار 1 وار 2، وفي عندي 3 نودز اللي هم عندهم النقط البيضاء دول، نود منهم 2 نود منهم مفرد، والنود الثالثه اللي هي فيها كونكشن بين تو سترينج جيجز ار 1 وايه وار 2. وبالتالي البريدج في هذه الحاله باجي على السويتش بتاعته على السترينج بريدج، السويتش الخاص بتاع الدوائر او بتاع التوصيلات، وبخليه على الهاف بريدج، وبالتالي بيبقى الجهاز من جوه بيشغل عنده اتنين بس ريزيستور اللي هم ار 3 وار 4 المرسومين عندي باللون الايه الازرق. اما النوع الثالث من التوصيل فهو التوصيل الفول بريدج. في هذه الحاله انا بستخدم اربعه سترينج جيجز، اكتب سترينج جيجز اربعه، وبالتالي الجهاز بتاعي بيبقى هنا هو مفيش اي ريزيستور من اللي فيه بيبقى شغالين، لان في الحالي انا بعمل سويتشنج عن طريق السويتش بتاعي على فول بريدج من البورد بتاعه السترينج جيج بريدج، وبالتالي الجهاز هنا هو بس بيديني الانبوت فولتج واخد منه الاوتبوت سيجنال ليو اوت، وبالاضافه طبعا لكده هو بيقوم بعمليه التكبير داخليا. لكن انا عايز اقول عليه ان في هذه الحاله بلاقي ان هو انا عندي هنا اربعه اكتف سترينج جيج متوصلين مع بعض زي ما انا شايف، وبالتالي بيبقى عندي اربعه نود، وبالتالي في حاله الفول سترينج الفول بريدج كونكشن بلاقي ان في اربع سلوك او اربع وايرز داخلين للجهاز للسوكت بتاع الانبوت ايه كيبل. هنا برضو لازم نقول ملحوظه، وهي في بعض الاجهزه بعض السترينج بريدجز ما بيبقاش فيها السويتش بتاعها ما فيهوش كوارتر وهاف وفول كونكشن، بيبقى فيه فول كونكشن وهاف كونكشن ما فيهوش الكوارتر. في هذه الحاله يبقى اذا انا في هذه الحاله محتاج ان انا يكون عندي اثنين سترينج جيج، وانا لو عايز اشغله ككوارتر بريدج هستخدم فيه سترينج جيج واحده، بحط سترينج جيج ثانيه بره بعيد عن السيستم بتاعي بتاع القياس، وبتتوصل كما انها الريزستور ار 2، وبالتالي بيظهر لي عندي ثلاثه نوتس برضه، باخد ثلاثه نوتس دول هم بيخشوا لي على الجهاز، وفي الحاله دي ببقى شغاله ايه كوارتر، لان اللي هيحس بالسترين سترينج جيج ايه واحده. حدثنا هنتعرض للمعادله الرئيسيه لويستون بريدج، وهي المعادله اللي بتربط لي الاوتبوت فولتج كداله في الانبوت فولتج والمقاومات الاربعه. هنا المقاومات الاربعه ار 1 وار 2 وار 3 وار 4، ممكن يكونوا الاربعه بتوع السترينج جيجز اربعه سترينج جيجز في حاله الفول بريدج، او بتاعه ممكن لو انا هاف بريدج وار 1 وار 2 دول فول بريدج سترينج جيجز، في حين 3 و4 بيبقوا ريزيستورز، وهكذا لو كان كوارتر برضه هتبقى نمره واحد بس هي اللي هتبقى سترينج جيج، بينما 2 و3 و4 ريزيستورز. والعلاقه هون بنلاحظ فيها حاجه، بنلاحظ ان قيمه الاوتبوت فولتج بيتناسب مع الانبوت فولتج، يعني انا كل ما استخدمت انبوت فولتج عالي كل ما كان الاوتبوت فولتج بتاعي ايه كبير، بالاضافه لكده المقاومات كمان بتاثر في قيمه الايه الاوتبوت فولتج. وبالتالي لو حصل تغير في المقاومات، نفترض انا بشتغل على الفول بريدج فالمقاومه ار 1 حصل فيها تغير دلتا ار 1، والمقاومه ار 2 او السترينج جيج ار 2 حصل فيها دلتا ار 2 تغير في المقاومه بتاعتها، وهكذا في دلتا ار 3 ودلتا ار 4، هلاقي ان اليو اوتبوت بيرتبط مع اليو انبوت والمقاومات الجديده بالعلاقه الكبيره اللي ايه اللي موجوده قدامنا. بس نلاحظ حاجه، لاحظ ان انا بستخدم لو انا بستخدم فول بريدج فالاربع مقاومات هيكون ليهم نفس المقاومه، يعني ار 1 وار 2 وار 3 وار 4 متساويين. حتى لو بستخدم هاف او كارتر بريدج فانا بستخدم مثلا مقاومه او مقاومتين مثلا، وليكن قيمهم كل واحده منهم 120 اوم، وبالتالي الجهاز بتاعي بيختار مقاومه برضه 120 اوم على اساس يعني الجهاز بظبطه ان هو يكون مقاومات الريزستور تحت 120 اوم عشان تقدر ايه الدايره بتاعتي تبقى سليمه. وهنا في نقطه ناخد بالنا منها، ان هو لو كان نفترض السترينج بتاعتي مثلا 120 النومينال
ريزيستنس بتاعتها 120، بينما هي في الواقع مثلا كانت 119.6، فهبص الاقي الجهاز هيخلي الريزيستورز الداخليه بتاعته هتبقى 120، وبالتالي هيبقى في ذراعين مثلا لو انا بستخدم هاف بريدج هيبقى في ذراعين فيهم مقاومات اللي هم بتوع السترنج جيجز اللي هو 119.6، وذراعين تانيين اللي هم اللي جوه الجهاز فيهم ال 120، وبالتالي الفرق ده بيخلي لي عمليه احنا بنسميها الانيشال سيتنج اللي هو الضبط المبدئي للبريدج، اللي هو الضبط المبدئي ان انا ما بحط بعد ما بلزق دايره السترنج جيج او الميجرنج سيل بحاول ان انا اخلي الاوتبوت بالانس بيساوي صفر، يعني اخلي الاوتبوت اليو اوتبوت يساوي صفر، الاوتبوت يساوي صفر على اساس ان هو لما يحصل اي تغير في دلتا ار اقدر اقراه على طول ايه مباشره. ففي في في مثل هذه الحالات لما بيكون في اختلاف في المقاومات شويه بتاعه السترنج جيج عن المقاومات بتاعه الريزيستور بيبقى عمليه الضبط بتبقى ايه صعبه شويه وبتاخد ايه وقت، خصوصا ان احنا في عمليه الضبط بنظبط حاجتين، بنظبط المقاومات بتاعه الازرع، تاني حاجه بنظبط الكباستي بنسميها احنا ايه الار بالانس والسي بالانس، بنظبط الكباستنس بتاعه الاربع ازرع دول، لان انا في الاربع ازرع دول بيبقى كل واحده فيهم مثلا سترنج جيج وسترنج جيج ليها اطراف، والاطراف دي ملحومه عن طريق الازير وفي كابلات متوصله، الكابلات دي هي طولها ممكن يبقى مختلف، مش لازم هتلاقي كل الطول واحد، ممكن مره واحد بيستخدم كابل طوله 50 سم، واحد ثاني 55 سم، واحد 40 سم، واحد 120 سم، يعني لغايه 4 او 5 متر ما بيبقاش فيه مشكله، لكن بضطر بس اعمل ايه السي بالانس للدايره بتاعتي. وبالتالي في عمليه السي بالانس والار بالانس دول مهمين جدا 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 عشان اخلي الانيشال ريدنج بتاعتي صفر، على اساس القراءه بتاعته تبقى ابسوليوت على طول من الايه من الريفرنس بلين بتاعي اللي هو ايه الزيرو. وبالتالي هلاقي دلوقتي زي ما انا شايف دلوقتي ان اليو اوتبوت بتساوي اليو انبوت في دلتا ار ناقص دلتا ناقص دلتا ار 2 دلتا ار 1 ناقص دلتا ار 2 زائد دلتا ار 3 ناقص دلتا ار 4 على 4 ار، او واحنا بنعتبر ان دلتا ار على الار تساوي كي في ايبسلون. دلتا ار دي احنا عرفناها قبل كده، هو الكي ده اللي هو كي فاكتور اللي هو النسبه بين الدلتا ار على الار على دلتا ال على ال اللي هو الكي فاكتور اللي انا بكون عارفه من العلبه بتاعت السترنج جيج، وبالتالي بوصل للمعادله النهائيه اللي هي يو اوتبوت يساوي يو انبوت في كي على 4 في ايبسلون 1 ناقص ايبسلون 2 زائد ايبسلون 3 ناقص ايبسلون 4. ولاحظ حاجه ان المعادله الاخيره دي هي اللي هي اليو اوتبوت يساوي اليو انبوت في كي على 4 ايبسلون ناقص ايبسلون زائد ايبسلون ناقص ايبسلون، دي المعادله الاساسيه اللي بتربط لي الاوتبوت فولتج بالانبوت فولتج والسترنج جيج فاكتور او الكي فاكتور وقيم السترين اللي بتحصل في المقاومات، ودي المعادله اللي احنا دائما بنستخدمها في السترنج جيج، بينما كل التحليلات السابقه دي جايه بتبقى جايه اساسا من ايه من قواعد الهندسه الكهربائيه من قانون اوم وقانون كيرشوف، يعني ايه ليها اساس كهربي ممكن ايه نطلعه منها، لكن هي دي المعادله الاخيره دي اللي احنا بنوصلها، هي دي اللي احنا بنستخدمها في القياسات الميكانيكيه. لكن برضه هنا نضيف حاجه ان المعادله الرئيسيه دي هنضيف لها فاكتور تاني اسمه في، الفي دوت اللي هو الامبليفيكيشن فاكتور بتاع السترنج جيج، لان اليو اوتبوت لما بنقول يو اوتبوت بيساوي يو انبوت في كي على 4 في ايبسلون 1 ناقص ايبسلون 2 زائد ايبسلون 3 ناقص ايبسلون 4، ده بتديني الاوتبوت فولتج اللي خارج من السترنج جيج، لكن السيجنال خارج من السترنج جيج دي بعد كده بتخش على امبليفيكيشن على امبليفاير، ودي برضه بيبقى ليها سويتش خارجي في السترنج جيج بريدج، بقدر اظبط منه الامبليفيكيشن بالدرجه اللي انا عايزها، وبالتالي لازم نحطها ان هو ايه في المعادله وبنديها الرمز ايه في، وبالتالي في دي هي ايه الامبليكيشن فاكتور بتاعه الانسترومنت اللي انا ايه بستخدمه. هذه المعادله ممكن اختصرها او اديها شكل تاني، بقول نيو اوتبوت تساوي نيو انبوت في كي على 4 في ايبسلون داش في، حيث ايبسلون داش دي اللي هي ايبسلون 1 ناقص ايبسلون 2 زائد ايبسلون 3 ناقص ايبسلون 4، ودي احنا بنسميها الريزلتنت سترين، ده السمشن او المجموع بتاع التوتال سترين اللي حصل في الايه الاربع قطع سترين جيج، طبعا لو بشتغل في البريدج
طبعا لو كنت بشتغل هاف بريدج هتلاقي ايبسلون 3 وايبسلون 4 يساوي صفر، لو بستخدم لو بشتغل في كوارتر بريدج هتلاقي ايبسلون 2 وايبسلون 3 وايبسلون 4 يساوي صفر، وبالتالي في حاله الكوارتر بريدج هيبقى الايبسلون داش هي نفسها الايه تساوي الايبسلون 1. لكن عموما الايبسلون بار دي او الايبسلون داش ديت دي بتساوي ايبسلون 1 ناقص ايبسلون 2 زائد ايبسلون 3 ناقص ايبسلون 4. ونلاحظ حاجه، انا شايف ان الابسلون النهائيه للابسلون بار ديت او الابسلون داش ديت ابسلون ناقص ابسلون زائد ابسلون ناقص ابسلون، وبالتالي واحد يقول ما اصل طب ما الناقص دي معنى كده ايه قيم الاسترين ممكن تطرح من بعض. هي ممكن تطرح من بعض لو كان الاسترين ابسلون 1 وابسلون 2 دول ليهم نفس النوعيه يعني اثنين تنشن فهتطرحوا من بعض، لكن لو انا ظبطت دايره بتاعتي بشرط ان ابسلون 1 دهيا كانت تنشن وابسلون 2 دي كانت كومبريشن، وبالتالي في كومبريشن مع الكومبريشن هيديني بوزيتيف، هتلاقي ابسلون 1 هيتجمع على ابسلون 2، وبالتالي لو انا بستخدم فول بريدج وكانت ابسلون 2 وابسلون 3 فيها نيجاتيف سترين بينما ابسلون 1 وابسلون 3 فيها بوزيتيف سترين، هلاقي ان المجموع هنا ايه قيمه الابسلون ستار دي هتزيد بالقدر بتاع مجموع ايه الاربع قيم بتاعه السترين. في بعض الاحيان بعض الناس يقول ان الابسلون بار دي بتساوي ابسلون بي، والبي ده بنسميه البريدج فاكتور، والبريدج فاكتور ده نسبه امبليفيكيشن، برضو يعتبر ايه معامل تكبير، بس هذا المعامل التكبير ده هو ده تكبير نتيجه توصيلي انا للسترين جيجز نفسها للسترين جيجز، يعني ترتيب السترين جيجز بالنسبه لبعضها ووضعها على الاوبجكت بتاعي ياثر لي في قيمه ايه البي ده هي. البي ده هي ممكن بتساوي القيم زي ما هنشوف تساوي 2 ممكن تساوي 4 ممكن تساوي 2 في 1 زائد ميو حيث ميو دي هي بواسون ريشيو، يعني ليها قيم مختلفه حسب التوصيله اللي انا ايه هوصلها. وبالتالي فقيمه البي ده هي بتعتمد زي ما قلنا على عدد قطع السترينجيجز وعلى الرينج بتاع التوصيل بتاعها وعلى نوع الحمل كمان اللي انا باثر بيه، يعني لو كان بيندنج مومنت غير لو كان نورمال فورس غير لو كان تويستنج مومنت. وزي ما قلنا قبل كده بالنسبه للكوارتر احنا قلنا ان هتلاقي ان هنلاقي الابسلون داش تساوي ابسلون 1، واحنا قايلين ابسلون داش دي بتساوي ابسلون مضروبه في البي، وبالتالي في حاله الكوارتر لما بستخدم حته واحده هيكون بي بيساوي كام واحد، لان الابسلون هي هتبقى هي نفس الابسلون داش دي هتبقى نفسها هي ايه هي الابسلون ايه 1. اللوحه اللي قدام دي بلوك دياجرام عشان يوضح لي العلاقه بين السترينجيج والاحمال. يعني لو تخيلت ان انا عندي اوبجكت معين جسم معين ميكانيكال بارت معين عايز اقيس ميكانيكال بارامتر عليه، الميكانيكال بارامتر دي ممكن تبقى تمبريتشر ممكن تبقى تورك ممكن تبقى بيندنج مومنت ممكن تبقى فورس نورمال فورس ممكن تبقى تمبريتشر، بس ايه احنا يعني في تحفظ شويه على التمبريتشر وبنقيس درجه الحراره باستخدام السترين جيجز، لكن من حيث المبدا من الاساسيات ممكن، لكن عاده ما بتستخدمش في قياس في قياسات الحراره. وبالتالي فالميكانيكال فاليو دي هي تورك او التغير اللي فيها انا ده اللي انا عايز اقيسه، لان التغير فيها دون هيعمل لي سترين، السترين ده هيظهر لي على هيئه دلتا سيجما او دلتا تاو، ولكن في حاجه هتاثر لي في قيمه الدلتا سيجما والدلتا تاو هي الميكانيكال افكت. ايه هو الميكانيكال افكت؟ اللي هو ايه؟ اللي هو الجسم او الاوبجكت ده نفترض ان هو شافت عمود وهو بيلف ليه سرعه، السرعه دي هتاثر في قيمه الدلتا التغير في الستريس او النورمال ستريس او الشير ستريس. ممكن يكون في امباكت فورس، ممكن يكون في صدم لود، كل الحاجات دي هي بتاثر لي في قيم السيجنال اللي بتطلع لي، وبالتالي فالميكانيكال افكت ده هو بيكون ليه تاثير في قيمه الدلتا سيجما او الدلتا تاو اللي هتظهر ايه على الدلتا سيجما والدلتا تاو دي هي بمعلوميه الماتيريال بروبرتي. الماتيريال بروبرتي هنا المقصود بيها اللي هو بواسون ريشيو والموديلس اوف الاستيستي اي والابعاد بتاعه الجزء بتاعي، دول كلهم مع بعض هقدر احدد منهم الاسترين الدلتا ال اللي حصل واللي هنشوفها والاساس بتاعها ستريس اناليسيس هنشوفها في بعض التطبيقات ايه اللاحقه. بعد كده هو
الدلتا ال دي مع الكي فاكتور هيديني، لان الدلتا ال مرتبطه هتديني دلتا ار بس عن طريق الكي فاكتور اللي هو ايه الكي فاكتور بتاع السرنج جيجز، فهيديني دلتا ار. الدلتا ار التغير في المقاومه دي ما اقدرش اقيسها مباشره، ولكن بقيسها عن طريق ان انا الدايره دي بديها كونستانت كارنت اي كونستانت، كونستانت كارنت اللي هو باين دلوقتي بسبب الازرق دوت. فكونستانت كارنت مع التغير في الدلتا ار هيديني تغير دلتا في الفولتج او تغير في الفولت اللي هو ده احنا بنسميه الاوت اوف بالانس او الاوت بوت سيجنال، دي اللي انا باخدها وتبقى دي مقياس لايه للميكانيكال فاليو اللي انا كنت عايز اقيسها، اللي هي ممكن تكون تورك او بيندنج مومنت او فورس او اي حاجه. يعني معنى هذا الكلام ايه؟ ان اي ميكانيكال فاليو عايز اقيسها، ميكانيكال بارامتر عايز اقيسها، في حاجات كتير قوي بتاثر دي فيها. اول حاجه الميكانيكال افكت، اذا كان السرعه اكسلريشن، الباك افكت، صدر افكت للود، بالاضافه لكده خصائص الخامه اللي هو الاي مودولس ومعامل بواسون ريشيو، بالاضافه لكده الكي فاكتور بتاع السترنج جيج ده برضه هيأثر في قيمه السيجنال اللي هتطلع لي. بالاضافه لكده لازم طبعا كل الكلام ده عشان يحصل لازم يكون عندي هنا ايه كونستانت طيب كرنت علشان اقدر اقيس التغير في المقاومه على هيئه التغير في الفولت. هنشوف دلوقتي بعض التطبيقات على كيفيه توصيل السترنج جيج عشان نقيس فانكشن معينه. هنبتدي باول حاجه ازاي اقيس نورمال لود بفول بريدج. فول بريدج معناها استخدم اربع قطع من السترنج جيجز، دي اول حاجه. تاني حاجه فول بريدج هيبقى ليها معاني اخرى هنشوفها ايه بعد كده، حاليا يعني بس بعد شويه بسيطه كده. ليها معاني كتيره من حيث عمليه الكومبنسيشن بالنسبه لدرجه الحراره، بمعنى ان انا بستخدم اربع قطع سترين جيج في اي تاثير لدرجه الحراره بيبقى مهمل. يعني درجه الحراره ممكن تبقى مصادر الحراره عندي مصدرين اللي هو الامبير تمبتشر اللي هو درجه حراره الوسط، دي اول حاجه. تاني حاجه الحراره المتولده نتيجه مرور التيار الكهربي الكرنت في السلوك بتاعه السترنج جيجز، الاثنين دول ممكن يرفعوا لي من درجه حراره السترنج جيج وبالتالي يغيروا لي من الكاركترستكس بتاعتها. وانا طبعا هنا بشتغل في قياسات دقيقه، فمثل هذه الامور ايه لابد الواحد ياخدها في الاعتبار. وبالتالي في استخدام فول بريدج بتضمن لي ان انا درجه الحراره ما يكونش ليها تاثير على الكميات اللي انا ايه حايسها، زي ما هنشوف بعد كده. اي مجموعه من كمبدا لينا لازم نعرفه، اي مجموعه من السترنج جيجز بلزقها لازم اعمل لها تشيك على اربع حاجات. يعني دلوقتي انا مثلا هحط اربع قطع سترنج جيجز زي اللي محطوط قدامي، ار 1 وار 2 وار 3 وار 4، ار 1 وار 2 من الجهه الاماميه للممبر البار اللي قدامي دوت، وار 3 وار 4 من الجهه الخلفيه. دي اول حاجه. ناخد بالنا من حاجه كمان، ان ار 1 وار 3 في اتجاه الجرايد بتاعتها مع اتجاه التحميل، في حين ار 2 وار 4 الجرايد بتاعتها عموديه على اتجاه التحميل. تالت حاجه انا ممكن ان هو استخدم اربع قطع سترنج جيج من النوع اللي هو ال واي، احط واحده كار 1 في اتجاه طولي، واحط واحده عرضيه كار 2، واحط واحده من ورا طوليه ار 3، واحط واحده عرضيه من ورا كار 4. ده حل ممكن. ممكن حل تاني، ممكن استخدم قطعتين سترنج جيج من النوع اللي هو اسمه اكس واي. الاكس واي ده هو هلاقي ان الار 1 والار 2 مع بعض حته واحده، والار 3 والار 4 مع بعض حته واحده، وبالوضع اللي انا اللي هو مرسوم قدامنا ده، وبالتالي ممكن استخدم قطعتين، واحده اماميه واحده خلفيه. الاماميه هتبقى ار 1 وار 2، والخلفيه هتبقى ار 3 وار 4. بصرف النظر عن انا استخدمت قطعتين باربع سترنج جيج او اربع قطع سترنج جيج عشان يدوني اربع استخدمهم من ار 1 لار 4، الاثنين ايه بالنسبه ليا سيان. زي ما بقول انا عايز اقيس بيها نورمال فورس، يبقى اول حاجه اشوف ازاي قيمه الابسلون داش اللي هتطلع من التحميل بالفورس اف، دي اول حاجه. تاني حاجه لازم بعد ما اشوفها اشوف هي بتحمل ازاي على الاف، اشوف تاني حاجه اعمل عليها تشيك اب على البندنج مومنت، واعمل تشيك اب على التمبريتشر، واعمل تشيك اب على التويستنج مومنت.
وزي ما اتفقنا ان طالما انا مستخدم اربع حتت يبقى التمبريتشر عندي ملوش اي تاثير، يعني درجه الحراره ملهاش اي تاثير، بيبقى ليها تاثير امتى؟ لو كان قطعتين او قطعه واحده، لكن اربع قطع ملهاش تاثير. يبقى اذا انا هشتغل اربع حاجات، لازم اربع حاجات اعملها. اول حاجه القيمه اللي انا عايز اقيسها هي ايه؟ هي نورمال فورس، يبقى هجيب ايبسلون داش للنورمال فورس، وبعد كده هجيب ايبسلون داش للبندنج مومنت عشان اشوف هي السترين جيجز بالوضع اللي انا مرتبه دون هيحس بالبندنج مومنت او لا، وبعد كده اجيب ايبسلون داش للتورك عشان اشوف الاربع قطع دول بالوضع اللي انا حطيتهم كده دول هيتاثروا بالتورك ولا لا، ورابع حاجه هشوف تاثير الايبسلون داش للتمبريتشر، وانا زي ما احنا قلنا طالما اربع حتت يبقى مفيش تاثير لايه؟ للتمبريتشر. احنا عرفنا ان طالما اربع قطع ما لهمش مستخدم فول بريدج باربع قطع سترينج جيج يبقى مفيش تاثير للايه؟ للتمبريتشر. في حاجه كمان، طالما قطع السترينج جيج بتاعتي مش محطوطه في اتجاه 45 درجه مع اتجاه التحميل بتاع القوه اللي انا اللي مؤثره عندي على المنبر، هلاقي ان تاثير التويستنج مومنت ملغي. يبقى اذا التويستنج مومنت بيساوي صفر، ملوش اي تاثير، الابسلون داش بتاعتها بتساوي صفر لو كان مفيش اي اليمنت من الاليمنتس بتاعت السترينج جيزين ملزوقه على زاويه 45 درجه مع اتجاه ايه؟ التحميل. يعني ملخص هذا الكلام ان انا هجيب ابسلون داش للنورمال فورس وابسلون داش للبندنج مومنت، بينما ابسلون داش للتويستنج مومنت هتبقى بتساوي صفر لان مفيش اي قطع سترينج متركب على زاويه 45 درجه، ومش هجيب ايبسلون داش كمان للتمبريتشر عشان دول اربع قطع فالتمبريتشر هيبقى ايه؟ كومبنسيتد. الكلام ده هنشوفه بالتفصيل ايه دلوقتي. يبقى اول حاجه دلوقتي هعملها هشوف ايبسلون داش بالنسبه لقوه اف. طب انا عارف ان ايبسلون داش تساوي ايه؟ تساوي ايبسلون 1 ناقص ايبسلون 2 زائد ايبسلون 3 ناقص ايبسلون 4. دي المعادله بتاعه الريزلتنت سترين ايبسلون داش كفانكشن في الاربعه سترينز اللي هيتولدوا في الاربعه سترين جيجز. لما ابص للشكل قدامي ده هلاقي ايه؟ هلاقي المنبر بتاعي ده متعرض لتنشن. متعرض لتنشن معناها هيحصل فيه الونجيشن، معناها هيحصل في الار 1 سترين بوزيتيف، والار 3 اللي ورا برضه هيحصل فيها سترين بوزيتيف لان الجزء بتاعي هيطول، هيحاول يطول طبعا في الاستيك رينج، هيحاول يطول فهيزيد طوله فهيتولد سترين في موجب. يبقى اذا ايه؟ ايبسلون 1 وايبسلون 3 دول موجبين. طيب خلاص عرفنا ان ايبسلون 1 وايبسلون 3. بالنسبه لايبسلون 2 وايبسلون 4 تعال نشوف اذا كان اف دي هتعمل لي في الاتجاه بتاعها الاكسيال الراسي هتعمل لي استرين موجب تنشن، يعني يبقى هتعمل لي في الاتجاه العرضي استرين سالب وقيمته هو طب هتبقى ناقص ميو في ايبسلون حيث ايبسلون هي الاسترين اللي حصل في الاتجاه الراسي. يعني لو انا تخيلت ان الار 1 حصل فيها استرين ايبسلون هيبقى ار 2 هيحصل فيها استرين ناقص ميو ايبسلون، وبالتالي ار 1 هيحصل فيها استرين ايبسلون، ار 2 هيحصل فيها استرين ناقص ميو ايبسلون، ار 3 هيحصل فيها استرين ايبسلون. ليه؟ لانها الجرايد بتاعتها في الاتجاه الراسي مع اتجاه التحميل اف. ار 4 عرضيه على اتجاه اف هيحصل فيها استرين ناقص ميو ايبسلون. يبقى اذا دي القاعده اللي احنا ايه بنستخدمها. هنطبق هذا الكلام، هيبقى اذا معنى كده ان ايبسلون بار تساوي ايبسلون ناقص نفتح قوس ايبسلون الاولانيه دي اللي هي ايبسلون 1، ايبسلون 2 بكام؟ بناقص ميو ايبسلون، يبقى ناقص نفتح قوس ناقص ميو ايبسلون زائد ايبسلون 3 بايبسلون ناقص ايبسلون 4 وايبسلون بكام؟ 4 بكام؟ بناقص ميو ايبسلون، هتبقى ايه المعادله؟ ايه زي ما احنا شايفينها كده، معنى كده الايبسلون بار او ايبسلون داش هتساوي 2 ايبسلون في 1 زائد ميو، معنى كده ان البي بتاعتي اللي هو البريدج فاكتور او البريدج امبليفيكيشن فاكتور هيبقى 2 في 1 ايه زائد ميو. بالتالي البي دي الخاصه بالنورمال فورس.
التكنيك اللي احنا اتبعناه ده هو مع النورمال فورس هنقارنه مع البندنج مومنت، وهنقارنه مع التويستنج مومنت، وهنقارنه مع التمبريتشر زي ما هنشوف دلوقتي على المثال ده بتوضيح وباسهاب، لان اللي احنا هنقوله دلوقتي على هذا التمرين هيتطبق بعد كده على طول، وهي دي الطريقه اللي احنا المفروض ايه هنستخدمها وهنفكر بيها ايه على طول. يبقى دلوقتي هاجي اعمل تشيك على الشير، يعني على الشير ناتج من التويستنج مومنت، فهلاقي ان هو بساوي صفر. ليه؟ لان مفيش اي قطع من قطع السترينج جيج دي ملزوق على زاويه 45 درجه مع اتجاه القوه اف. يبقى دي ايه اول حاجه خلصناها. يبقى دي نمره 2 خلصناها، كانت نمره ايه اللي هو النورمال فورس، نمره 2 اللي هو التويستنج مومنت، نمره 3 اللي هنشوفها دلوقتي اللي هي الحراره. الحراره دي عايزين نتكلم عليها باسهاب شويه. انا هتخيل دلوقتي ان الجسم ده هو سخن، معلوش بقى قوه اف واف، لا سخن بس، هيسخن، ارتفع درجه حرارته، هلاقي هيحصل فيه تمدد ثيرمال اكسبانشن في الار 1 والار 2 والار 3 والار 4. طيب الار 1 والار 2 والار 3 والار 4، الاربعه سيميلر وايدنتيكال، يعني متماثلين ومتشابهين في كل شيء، يبقى هيحصل فيهم سترين متساوي. يعني هيحصل في الار 1 سترين زي اللي هيحصل في ار 2 سترين، زي اللي هيحصل في ار 3 سترين، زي اللي هيحصل في ار 4 نفس السترين. هنا مش هيبقى فيه ميون. ليه؟ لان الجسم كله هيتمدد في كل الاتجاهات، في حين مع النورمال فورس كنا بنلاقي الجسم في الاتجاه الطولي مع اتجاه الاف بيزيد ومع الاتجاه العرضي بيقل. فعشان كده كان في لما كنت بأثر بالاف، لما كنت بعمل التشيك اب او بحسب للاف الابسلون داش، فكانت ايه الار 1 بيبقى فيها ابسلون موجب، في حين الار 2 بيبقى فيها ناقص ميو ابسلون، او ميو ابسلون بالايه بالسالب، لان بيحصل ايه تغير فيها بالناقص، يعني ايه بتقل، بيحصل فيها كونتراكشن. يعني معنى كده ان لو انا طبقت معادله الابسلون بار او الابسلون داش هتقول ايه؟ انا عندي الابسلون داش تساوي ابسلون 1 ناقص ابسلون 2 زائد ابسلون 3 ناقص ابسلون 4. طيب والابسلون 1 ناتجه من ار 1 هتبقى تساوي ابسلون، والابسلون 2 الابسلون ناتجه من ار 2 هي هتبقى نفس الابسلون، واللي من ار 3 نفس الابسلون، من ار 4 نفس الابسلون. معناه ان ابسلون داش هتساوي ابسلون 1 بابسلون ناقص ابسلون 2 بابسلون زائد ابسلون 3 بابسلون ناقص ابسلون 4 بابسلون، يعني ابسلون ناقص ابسلون زائد ابسلون ناقص ابسلون هيديني الايه التوتال بتاعها بصفر. وعشان كده بنقول احنا التمبريتشر هنا كومبنسيتد، يعني هي ايه البي بتاعتها هتبقى بتساوي صفر، يعني الابسلون بار بتاعتها هتساوي ابسلون في بي، وبالتالي ايه البي بتاعتها بتساوي صفر، لان ايه كل القيمه ايه الابسلون داش طلعت ايه بصفر. رابع حاجه بالنسبه للبندنج مومنت بقى، البندنج مومنت انا هتخيل ان الجسم دون هيحصل له بندنج مومنت، مش هيحصل عليه نورمال فورس بقى دلوقتي. انا عشان اعمل اشوف ايه هل هيتاثر باي بندنج مومنت هيتولد عليه، يعني احنا شفنا دلوقتي ان هو بالنسبه للاف هيحصل فيه استرين بطريقه معينه، او هيحصل فيه هيتاثر فيه بطريقه معينه، لان طلعت ان البي بتاعتها ب 2 في 1 زائد نيو. طيب بالنسبه للشير للتويستنج مومنت مش هيحصل حاجه، يعني الجسم ده لو عليه شير مش هيحصل حاجه. بالنسبه للحراره الجسم ده لو ارتفع درجه حرارته برضه مش هيحصل حاجه عشان دول اربع قطع سترينج جيج. طب الجسم ده لو حصل عليه بندنج مومنت ازاي؟ يعني هتخيل ان انا جيت على القاعده التحتيه ثبتها، وعلى القاعده الفوقانيه اثرت عليها قوه عملت لي فيها بندنج مومنت، يعني قوه من امام في اتجاه ايه الشاشه اللي احنا قاعدين قدامها دي كده. ايه اللي هيحصل؟ تعال نشوف. لما هيحصل بندنج مومنت في الاتجاه، زي ما بقول لو في قوه اثرت من فوق في السطح الفوقاني من الامام للداخل كده، هو هبص الاقي ان ار 1 هيحصل فيها تنشن، لان الفايبر الخارجي اللي هي قدامي من السطح بتاعت البار دي هيحصل فيها تنشن، والفايبر الورانيه هيحصل فيها كومبريشن. يبقى ار 1 هتبقى كومبريشن، هتبقى تنشن، يعني هيحصل فيها ابسلون موجب، في حين ار 3 هيحصل فيها ابسلون سالب. ليه؟ هيحصل فيها نفس الابسلون بس كومبريشن، لانه من الايه من الجهه الثانيه البار ده هو هيتشد من بره او من الخارج، ومن السطح الخلفي هينضغط. يبقى اذا ايه ار 1 موجب وار 3 سالب. طيب لما ار 1 موجب هتبقى ار 2 بكام؟ بناقص ميو ابسلون، هتبقى بالناقص، وقيمتها ميو في ابسلون بتاعت الار 1. يبقى ار 1 دي لو بابسلون هيبقى الار 2 بايه؟ بناقص ميو ابسلون. طيب
ار 3 بناقص ايبسلون. طب ار 4 هتبقى ايه؟ هتبقى بميو ايبسلون، بس بقى ايه اشارتها عكس اشاره الار 3. طب اشاره الار 3 كانت سالبه، يبقى اشاره الار 4 تبقى ايه؟ موجبه. يبقى معنى كده عندي الاربع قطع سترين جيج فيهم السترين التالي: ار 1 عليها ايبسلون، ار 2 عليها ناقص ميو ايبسلون لان السطح الخارجي ده هو كله اللي هيحصل فيه شد، السطح الخلفي هيحصل فيه ضغط، ار 3 هيبقى عليها ناقص ايبسلون، وار 4 هيبقى عليها زائد ميو ايبسلون. هنطبق الكلام ده ونشوف هيحصل ايه في المعادله. هيبقى ايبسلون بار اهي ايبسلون ناقص ميو ايبسلون زائد ناقص ايبسلون ناقص زائد ميو ايبسلون. هبص لان الايبسلون بار هتديني صفر، معناها ان البي بتاعتي تساوي صفر، معناها ان هذا المنبر لو انا حطيت عليه السترين جيجز بالشكل دون هيديني بي للسترين بتساوي صفر، معناها لن يحس باي بندنج مومنت هيحصل عليه. المعنى الطبيعي لهذا الكلام ايه؟ المعنى الطبيعي لهذا الكلام ان انا عندي بار وعايز اقيس عليه نورمال فورس واحط عليه السترين جيجز بالوضع ده هو ار 1 ار 2 ار 3 ار 4 بالشكل اللي انا حاطه دون، هلاقي ان هذه الاربع سترينج ممكن اقيس بيها الفورس اف، واي بندنج مومنت هيحصل في هذا المنبر من اي تاثير خارجي مش هيحس بيه، بالاضافه لكده ان اي ارتفاع درجه الحراره مش هتاثر في القيمه في القرايه بتاعتي، ولا اي توستنج مومنت لو كان هياثر على الجسم بتاعي هياثر على هذا الجسم. المعلومات اللي احنا حصلنا عليها دي بنحطها في التيبل دول اهو، بقول ان الاف اهي البي بتاعتها 2 في 1 زائد ميو، الام بيندنج صفر مش هيحس ببيندنج، الام تورك بصفر مش هيحس بتورك، التمبريتشر صفر مش هيحس بصفر. يبقى اذا هذا الترتيب، هذا الارنجمنت اللي قدامي دول، ترتيب السترين جيجز بالطريقه اللي قدامي دي ممكن استخدمها في قياس الفورس وانا مطمئن ان مفيش السيجنال تطلع لي، مش مفيش اي تاثير من اي حاجه خارجيه اخرى هياثر اثر عليها. طيب هنكمل مناقشه التمرين دوت. هنفترض ان القوه دي كانت اف دي بدل ما كانت تنشن بقت كومبريشن، ايه اللي هيحصل في الاول كده؟ طبعا انا برضو لازم ادرس الحاله دي في بالنسبه للاربع قيم اللي انا بتعامل معاها، اللي هي التمبريتشر، اللي هي النورمال فورس، والبندنج مومنت، والتويستنج مومنت. طيب اربع حتت، يبقى تويست، يبقى التمبريتشر ملوش تاثير، يبقى التمبريتشر بتاعته بصفر اهي زي ما معموله في الجدول التيبل بتاع البي تيبل دي التحتاني دوت، التمبريتشر بتساوي صفر. تاني حاجه، مفيش قطع سترينج جيج على زاويه 45 درجه، يبقى الام تي اللي هو التورك او الشير بصفر. طيب الام بندنج هيحصل له ايه؟ طب ما الاربعه دول وضعهم زي في نفس الحاله اللي احنا درسناها قبل كده، فالام بيندنج هو هو لان انا بتخيل عليها ام بيندنج، فبرضه هيطلع ايه؟ قيمته بصفر. بالنسبه للاف هلاقي ان قيمه البي هتطلع ناقص 2 في 1 زائد ميو، كل غير اشاره الناقص دي معناها ايه؟ دي معناها ان انا لو القيمه لو الفاليو اللي انا بقيسها الاف دي كانت بتتغير تنشن وكمبريشن، فالقيم بتاعتها تظهر عندي، يعني الفاريشن بيحصل في الاوتبوت سيجنال اللي هنحطها، بص ليها ايه بتحصل طالعه ونازله، ممكن تبقى طالعه زائد وناقص، وبالتالي هقدر اعرف اذا كان في حاجات كومبريشن او حاجات ايه تنشن. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان انا اي جهاز سيرج بريدج بيبقى فيه مفتاح اسمه باي بولر سويتش. الباي بولر سويتش ده بيعني لي ايه؟ بيعني لي ان الديسبلاي بتاع الديجيتال ديسبلاي او الانالوج سيجنال اللي خارجالي ممكن اغيرها من زائد لناقص ناقص لزائد، وبالتالي لو انا جيت مثلا كنت بشتغل على القوه بتاعتي كلها كومبريشن، فالمفروض الاشاره بتاعتي تطلع سلبه. ممكن عن طريق المفتاح ده اغير المفتاح، اخليه من الوضع الاولاني للوضع الثاني او من الوضع الثاني للوضع الاولاني، هلاقي الايه الاشاره بتاعتي هتطلع القيمه هتطلع هي بس تطلع ايه؟ موجبه. ودي بس لعمليات الحساب مش اكتر ولا اقل. يعني ايه؟ عايز اقول ايه؟ ان سواء القوه كانت تنشن او كانت كومبريشن، السترين جيج هيحس بيها وهيقراها لي، مفيش ادنى مشكله في كده. لخص انا قلته في التمرين دوت، اللي انا قلته ده بيتلخص في مجموعه جمل بسيطه، ان انا لو انا عندي اي جسم عليه اي حمل ميكانيكي، فانا بحسب الابسلون داش
اللي هي resultant stream من المعادلة إبسلون واحد ناقص إبسلون اتنين زائد إبسلون تلاتة ناقص إبسلون أربعة. بحسبها للنورمال فورس وللبندنج مومنت وللتويستنج مومنت وللتمبريتشر، وعرفنا التمبريتشر والتويستنج مومنت دول ليهم وضع خاص، وبالتالي بتبقى ادي الفورس النورمال فورس والبندنج مومنت. طيب لو انا الجسم بتاعي دون كان هيتعرض، انا عايز اقيس قوه النورمال فورس حتى لو كان عليه بندنج مومنت، بس انا مش عايزه يحس لي بالبندنج مومنت، انا عايز اقيس النورمال فورس مش دعوه بالبندنج مومنت. فالتقسيمه دي هي مبينه ان هو ما يحسش ان السنجج بتاعتي مش هتحس باي بندنج مومنت، يبقى انا ممكن فعلا استخدمه عشان اقيس نورمال فورس. ودي ايه الهدف بتاعنا من التمرين دون، واللي احنا عملناه في هذا التمرين هنكرره على طول في كل اي كيس بعد كده ايه هنتعرض ليها. عايز اقيس بندنج مومنت، احنا شوف ده نورمال فورس، ده هنشوف بندنج مومنت، ونلاحظ اللي عملناه هناك هو اللي هنعمله هنا بالظبط، وبرده هنا هنشتغل برده على ايه على فول بريدج، وبعد كده هنشوف بقى ايه الحالات الاخرى لو كان هاف بريدج او كوارتر بريدج دي هنشوفها بعد كده. طيب احنا دلوقتي عايزين نقيس بندنج مومنت، اهو ادي منبر عندي، المنبر ده المقطع بتاعه عرضه بي وارتفاعه اتش، وطول البار بتاعي ال، بتاثر فيه قوه اف في الحرف بتاعه من ناحيه اليمين، و الجسم ده مثبت من الطرف بتاع الشمال، الطرف الشمال بتاعه. هنحط هنا اربع سترينجيجز، في اتنين فوق اللي هما ار واحد وار تلاتة اللي هما باللون الاصفر، وفي اتنين على البطنية التحتانية اللي هما ار اتنين وار اربعة اللي هما باللون الاخضر. يبقى انا هستخدم ايه اربع قطع سترينجيج. هبتدي دلوقتي احسب الابسلون بار او الابسلون داش للبندنج مومنت، لان ده اللي انا عايزه في الاول، ولازم الدايره دي تحس لي بيه، يعني يطلع لي البي لا يساوي صفر، يطلع لي قيمه. وبعد كده اعمل تشيك على النورمال فورس، لازم يطلع يساوي صفر. لو طلع لي قيمه معناها ان هذا الجسم لو اثرت، لو جات له اي قوه قوه محوريه يعني في اتجاه اكس تنشن او كومبريشن، هتبص تلاقي ايه السترينجج هيقرن بيها. امتى؟ لو انا جبت الابسلون داش للنورمال فورس وطلعت ان ايه ان هذا الترتيب للسترينجيجز بالطريقه اللي انا حاططها دي بشرط يبقى 1 و3 فوق و2 و4 تحت، هتحس ليها بيب بقيمه. نفس الكلام هشوف، هعمل تشيك على التويستنج مومنت، والتويستنج مومنت احنا قلنا مفيش هنا قطع مايله بزاويه 45 درجه بيساوي صفر. هعمل تشيك على التمبريتشر، التمبريتشر لازم هيطلع بصفر، لان بستخدم اربع قطع، والاربع قطع دول لو الجسم سخن كلهم هيسخنوا مع بعض، هيبقى الابسلون داش بتاعتها ابسلون ناقص ابسلون زائد ابسلون ناقص ابسلون هيساوي صفر. يبقى اذا انا ايه هعمل ايه الابسلون داش هجيبها ايه ل حالتين بس، حاله البندنج مومنت الناتج نتيجه القوه اف اللي موجوده عندي ديا، واعمل تشيك اشوف لو حصل لو جت قوه محوريه قوه ثرست كده يعني تاثر عموديه على المقطع اللي هو بي في اتش اللي هو ابعاده بي في اتش دون، لو جت قوه عموديه عليه هتعمل ايه؟ هل هتاثر ولا مش هتاثر؟ لو ما تاثرتش يبقى هذا الترتيب ينفع استخدمه في قياس البندنج مومنت، لو تاثرت يبقى ما ينفعش الترتيب ده، اشوف ترتيب تاني. يعني بمعنى اخر ان انا لما باجي بيكون عندي منبر وعايز اقيس عليه مثلا اي حاجه بندنج مومنت فورس، بقعد اختار اي اختيارات، اول اعمل اختيار زي دون كده واحسب له الابسلونات بتاعته داش كلها، جت اوكي ادتني اللي انا عايزه ماشي، ما ادتنيش اللي انا عايزه اغير اخلي واحده مثلا في اتجاه الاكس والثانيه عموديه عليها فوق واحده تحت وهكذا، يعني اقعد اغير تغييرات مختلفه زي ما هنشوف دلوقتي برضه في التمارين اللي هتيجي بعد كده، بشرط ان انا اوصل في النهايه الى اني انا اقدر اوصل لترتيبه تحس لي بالفاليو اللي انا عايز اقيسها، اللي مثلا هنا الحاله بتاعتنا هي مومنت، وما تحسش بالفاليو الثانيه اللي هي مثلا في الحاله بتاعتنا دي هي ايه النورمال فورس. ده التكنيك اللي احنا هنستخدمه ايه على طول. ولاحظ هنا بقى حاجه، انا هنا اول عشان اقيس البندنج مومنت مثلا لمنبر زي دون، المنبر دون توتال فيكسد من الحرف الشمال، احط السترينج جيج فين؟ طيب هو عايز انا عايز اقيس بندنج مومنت،
البندنج مومنت الناتج من القوة F. القوة F ده هي البندنج مومنت الناتج منها هو عبارة عن F في المسافة X، حيث X بتتراوح من صفر عند الحرف اليمين لغاية X بتساوي L عند الحرف الشمال، وبالتالي F في L هو ده الماكسيمم بندنج مومنت، وده هيظهر عند الفيكسيشن. يعني هنا هو توزيع البندنج مومنت هتلاقيه ايه، مثلث قيمته بصفر عند الحرف الناحيه اليمين وقيمته بماكسيمم فاليو عند التثبيت الايه ناحيه الشمال، وعشان كده انا بحط السترين جيجز بقدر المستطاع ناحيه التثبيت عشان تقدر تحسلي بايه باكبر قيمه للبندنج ايه مومنت. وبالتالي من الخطا ان انا احط اثبت كنت اثبت السترين جيجز جنب القوة اف لان مش هتقرا لي حاجه، او في وسط المنبر هتقرا لي بس تقرا لي نتيجه بندنج مومنت اف في ال على 2، نتيجه مومنت اف في ال على 2 هيحصل عليه سترين اقل من السترين اللي يحصل من بندنج مومنت اف في ال، لان كل ما يزيد المومنت كل ما يزيد الايه السترين الناتج عنه، وبالتالي كل ما هيزيد الاشاره اللي خارجه لي من السترين جيج. عشان كده احنا بنحط هنحط في حاله زي دي هنحط السترين جيجز جنب الايه جنب الفيكسيشن. هنبتدي دلوقتي بالخطوه الاولى، حساب ايبسلون داش للبندنج مومنت. طب المعادله بتاعتي هي ايه؟ بتقول لي ايبسلون بار يساوي ايبسلون 1 ناقص ايبسلون 2 زائد ايبسلون 3 ناقص ايبسلون 4. اعتقد ايه سهله واصبحت محفوظه. طيب نشوف دلوقتي نرجع للشكل اللي قدامنا. لو عندي القوه اف دي ضغطه كده لتحت هبص لاقي المنبر بتاعي هيحصل فيه ديفليكشن بشرط ان الطرف اليمين بتاعه هينزل لاسفل. هبص لاقي الفايبر العليا بتاعته هيبقى عليها تنشن والفايبر السفلى بتاعته عليها كومبريشن. معنى كده ان ار 1 وار 3 اللي هم متثبتين على السطح العلوي اللي لونهم اصفر الاثنين سترين جيجز دول هيبقى عليهم بوزيتيف سترين لان السطح بتاعهم اللي هم ملزمين عليه علوي تنشن، في حين السترين جيجز 2 و4 ار 2 وار 4 اللي هم باللون الاخضر الموجودين على السطح السفلي هيحصل عليهم نيجاتيف سترين. قيمة الاسترين اللي هيحصل في كل واحد منها كام؟ لو حصل في ار 1 ايبسلون هيحصل في ار 3 نفس الايبسلون، لان الاربعه سترين جيجز احنا اتفقنا بنجيبهم من نفس العلبه الاربعه ايدنتيكال في كل شيء، وبالتالي هيبقى ار 1 هيحصل فيها ايبسلون، ار 2 هيحصل في ار 3 هيحصل فيها برضه ايبسلون، ار 2 هيحصل فيها ناقص ايبسلون، ار 4 هيحصل فيها ناقص ايبسلون. نطبق في المعادله زي ما هو ايه واضح قدامنا، هيبقى ايبسلون داش يساوي ايه؟ بين قوسين ايبسلون اللي هي دي ايبسلون 1 ناقص بين قوسين ناقص ايبسلون اللي هي ايبسلون 2 زائد بين قوسين ايبسلون اللي هي ايبسلون 3 ناقص بين قوسين ناقص ايبسلون اللي هي ايبسلون كام؟ 4. وبالتالي هتلاقي ان ايبسلون داش هتساوي ايه؟ ناقص هتساوي 4 ايبسلون 4 ايبسلون، وبالتالي بي هتساوي ايه؟ 4. طبعا هنا الوضع شرط الناقص دي ايه ما تفرقش معايا، لان شرط الناقص دي هتحصل امتى؟ لو اف دي كانت من تحت بتاثر بايه في الاتجاه العكسي من تحت الى اعلى من اسفل الى اعلى، لكن ايه شرط السالب دي ما تفرقش ايه معايا في شيء، لكن المفروض كنا نكتبها ايه نخليها ايه بوزيتيف. اول حاجه دلوقتي هنعملها من هنا هنعمل تشيك على الشير، هلاقي ان الاربعه سترينج جيجز دول كلهم في اتجاه طولي مع المحور بتاع المنبر بتاعي، مفيش حاجه على زاويه 45 درجه، يبقى اذا مش هيحسوا بالشير يبقى الشير بيساوي صفر. دي افتكر ايه خلاص عرفناها. الحاجه الثانيه نعمل تشيك على درجه الحراره، دي فول بريدج فيها اربع قطع، وبالتالي اي تاثير لدرجه الحراره على الجسم ده لو ارتفع درجه حرارته الار 1 والار 2 والار 3 والار 4 هيحصل عليهم سترين الونجيشن بنفس الدرجه، هو بتاعي هو الابسلون داش اللي هو ابسلون 1 ناقص ابسلون 2 زائد ابسلون 3 ناقص ابسلون 4 هيبقى بيساوي صفر، يبقى اذا برضو الحراره ملهاش تاثير. هنخش على اخر حاجه وهي الحاجه الاساسيه وهي النورمال فورس. انا هتخيل دلوقتي ان مفيش قوه اف اللي ظاهره قدامي ديت، لا في قوه عموديه على الوجه البي في اتش، وبالتالي عايز اجيب لها الابسلون داش. معادله ايبسلون داش قدامنا هي نفس المعادله ايبسلون 1 ناقص ايبسلون 2 زائد ايبسلون 3 ناقص ايبسلون 4. طيب لو قوه دي كانت تنشن واثرت هنا هلاقي ايه؟ هلاقي ان الفايبر الفوقاني والفايبر التحتاني الاثنين هيتشدوا وهيحصل فيه زياده في الطول في كل المنبر، وبالتالي الاسترين هيحصل في ار 1 هيبقى استرين ايه؟ موجب. وقيمته تساوي قيمه الاسترين اللي هيحصل في ار 3 لانه برضه موجب.
وقيمته تساوي الاثنين اللي هيحصل في ار 2 وار 4 برضه، لانهم برضه ايه موجبين، لان التو فايبرز عليهم اللي هو السطحين العلوي والسفلي للبار بتاعي دول الاثنين عليهم ايه تنشن. وبالتالي هبص الاقي ان ايه هنا هيبقى ار 1 عندها ايبسون، وار 3 عندها ايبسون، وار 2 عندها ايبسون، وار 4 عندها ايبسون. يبقى السمشن بتاع دول هيجي من معادله ايبسون داش يساوي بين قوسين ايبسون اللي هي ايبسون 1 ناقص بين قوسين ايبسون اللي هي ايبسون 2 زائد بين قوسين ايبسون اللي هي ايبسون 3 ناقص بين قوسين ايبسون اللي هي ايبسون 4. معنى كده هيديني ان الايبسون بار بتساوي صفر، يبقى البي بتساوي صفر. يبقى اذا ده ايه الارنجمنت اللي انا عاملها دي فيها ايه كومبليت كومبنسيتد بالنسبه للايه لاي قوه عموديه ممكن تظهر على هذا السطح. واحد يقول لي يعني القوه العموديه ممكن تنشا من ايه؟ ممكن تنشا نتيجه عمليات التركيب. يعني المنبر ده لو جزء بيتركب في وسط مجموعه من اجزاء تانية في مكنه ممكن يكون في قوه مأثره على هذا الجزء قوه عموديه. انا مش عايز اقيس، انا عايز اقيس المومنت اللي موجود هنا. هو دي حاجه. الحاجه الثانيه ممكن القوه اف دي هي تكون مايله شويه، فيبقى ليها مركبتين، مركبه راسيه ومركبه افقيه. المركبه الافقيه دي مش هيبقى ليها تاثير خالص في قرايات ايه الار 1 والار 3 والار 2 والار 4 اللي ملزوقين بالطريقه دي، ولكن السترنجز دي هتحس بس بالعزم الناتج من مركبه الاف. بتخيل الاف دي كانت مايله، المركبه بتاعتها الاتجاه الراسي هي دي اللي هتعمل لي مومنت، وهو دي اللي ايه السترنجز هتحس ايه بيها. دي بس ايه حاجات تظهر في التطبيقات العمليه. يبقى اذا هذا المنبر اللي بندرس عليه البندنج مومنت وحطينا عليه الاسترنجز بالطريقه ايه الطوليه اللي واضحه دي، اتنين فوق صفر او برتقاني واتنين تحت خضر، هلاقي ان الاف كومبنسيتد بتساوي صفر، الام بندنج 4، الام تي صفر، التمبريتشر صفر. يبقى اذا ايه هذا الرينج ممكن استخدمه في قياس ايه بندنج مومنت المتولد في هذا الايه المنبر. وبكده يبقى احنا ايه خلصنا التريتمنت او المعالجه اللي احنا عايزينها لايه لهذا التمرين. التمرين الثالث اللي هنتعرض ليه دلوقتي اللي هو قياس التويستنج مومنت باستخدام فول بريدج برضه مكون من اربع قطع. هنا بالنسبه للتويستنج مومنت السترنج جيج بتاعتها بتلزق بمايله بزاويه 45 درجه مع اتجاه المحور عشان تحس بيه. وهذه السترين جيجز المحطوطه عليها 45 درجه ما تحسش بيه النورمال فورس ولا البندنج مومنت. وبالتالي اي سترين جيجز محطوطه على زاويه 45 درجه هتبقى كومبنسيتد بالنسبه للنورمال فورس وكومبنسيتد بالنسبه للبندنج مومنت. وطبعا طالما هم اربع حالات يبقى كمان كومبنسيتد بالنسبه لايه للتمبريتشر. دي حاجه. الحاجه الثانيه الاربع حتت هم لو نروح نشوفهم نلاقي ايه اتنين زرق اهم محطوطين في اتجاه عكس بعض، واتنين حمر باينين خفاف اللي هم ار 3 وار 4 دول على سطح الوجه الخلفي للبار اللي قدامي دون، والاربع حتت دول على نفس الكروس سيكشن بتاع المنبر. يعني الاربعه دول على نفس الكروس سيكشن، على نفس الكروس سيكشن بتاع الايه المنبر. قطع السترنجج بتاعه التويستنج مومنت دي قطع مخصوصه بنلاقيها القطع نفسها مستطيله وكل حاجه، ولكن الجرايد بتاعتها ما هياش طوليه، لا بتبقى هي نفس الجرايد بتاعتها مايله بالزاويه 45 درجه. وعاده القطع بيكون فيها متركب فيها يعني الار 1 والار 2 في حته واحده، واحده معموله 45 درجه في اتجاه والثانيه معموله 45 درجه في الاتجاه العكسي، بشرط ان انا ايه بتطلع منه اما تطلع منه اربع اطراف او يطلع منه كام ثلاث اطراف حسب ما كان هو ايه 2 1 او 1 1 زي ما احنا قلنا في تعريفات الاسترنجج قبل كده، ان ال 2 1 معناها ان طرفين من القطعه دول من كل طرفين من كل طرف من الاسترنجج من قطعتين الاسترنجج من كل واحد منهم طرف متصلين مع بعض وطرفين حرين، او تكون 1 1 تلاقي ايه اربع اطراف ايه خارجه. ده موجود وده موجود، لكن الشائع الاستخدام هو بيبقى 2 1 على اساس ان ايه بيبقى الار 1 وار 2 مع بعض متوصلين وطالع منهم تيرمينال مشترك وحرفين تاني حرين من التانيين. ده بالنسبه لايه للتستنج. البار اللي قدامنا اهو عليه تورك اهو،
ومش ثابت من هنا كمثال عشان يشوف ايه لو يحصل في تركيا يحصل في ديستورشن فالمجموعه السيجز دي هت ايه هتحس بيها. اول حاجه نعملها في مثل هذه الحالات ان احنا نتاكد في عمليه اللزق ان السترنج جيج مالي بزي 45. الحاجه الثانيه ان انا لو استخدم ممكن استخدم هنا اربع قطع او قطعتين، قطعتين هتبقى هاف بريدج وفي الحاله دي بتحطوا على وجه واحد، اربع قطع بيبقوا ايه فول بريدج وتحطوا ايه زي الوضع اللي ايه اللي موجود قدامنا. يبقى دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ اول حاجه نعمل ايه؟ نعمل نشوف لو احنا الاربع قطع السترنج جيج دول لو حطيناهم هيحصل ايه؟ فهنبص نلاقي ان ايبسلون داش هتساوي ايبسلون 1 ناقص ايبسلون 2 زائد ايبسلون 3 ناقص ايبسلون 4. يعني لو حصل في اي واحده احنا هنسميه ايبسلون زائد 45 هيبقى ايبسلون داش تساوي ايبسلون 45 ناقص ايبسلون 45 زائد ايبسلون 45 ناقص ايبسلون 45 لان واحد في اتجاهه والثاني في الاتجاه الثاني اللي هما الاثنين واربعة في اتجاه عكس الواحد والثلاثه. اذا هنبص نلاقي ان ايه التوتال بتاعهم هيبقى 4 ايبسلون 45 اللي هو الايبسلون داش يعني، وبالتالي هتبقى دي بتاعتي بكام؟ ب 4. وبالتالي دي لو احنا رسمنا لها الجدول بتاع البي تيبل هبص لاقي ان الاف والام بي والام تي الاف والام بي والتمبريتشر كومبنسيتد وبتقيس لي ام تي بس والبي بتاعتها بكام؟ ب 4 يعني الامبليفيكيشن بتاعها بكام؟ ب 4. وبكده يبقى احنا خلصنا الثلاث تمارين اللي قدامنا دول. اللي قلناه في هذه التمارين زي ما بقول ايه ممكن يتكرر على اي تمرين او اي كيس ممكن احنا ايه نتعرض لها، وهنشوف هذا الكلام بعد كده برضو ايه مش بالتفاصيل لكن يعني ايه هنتعرض لحالات اخرى علشان نقدر ايه نتمرن ازاي نقدر احنا ايه نحدد الطريقه المثلى للارينجمنت بتاع السترينج جيجز عشان اوصل للهدف اللي انا ايه اللي انا عايزه.